اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن وائل جمعه دلوقتي يا جماعه كابتن بالمناسبه كان على قناه اون سبورت القناه الناقله للمباراه وقال ان الشناوي لعب وهو سليم 100% والاصابه جات له وهو في الملعب وبالتالي هو شيء عادي ونفى ان يكون في اي موضوع يخص اي زعيق او اي حاجه حصلت او اي امر او اي حاجه من هذا القبيل. نفى الكلام ده تماما على قناه اون سبورت وبالتالي ده كابتن وائل بيقول كده وهو مدير المنتخب. هو ادرى بالظروف وهو ادرى باللي بيحصل لانه اصابه الشناوي كان من الواضح ان هو وهو طالع في حاجه. فكنت اتمنى الحقيقه ان يكون الموضوع يعني يتشرح الموضوع. وجهه نظري كان يجب ان يتم شرح الموضوع بشيء من التفصيل شويه. يعني طبعا اكيد وائل كان مدير كوره ومسؤول وعايش في المعسكر مع طبعا هو مع اللعيبه وادرى طبعا بالكلام اللي هو اتقال على لسانه. لكن احنا بلغه الكوره اسلام واحنا بنشاهد المباراه حاسين كده ان الشناوي خارج بيكلم عصام الحضري واخد بالك يا شريف في حوار ان انا قلت ان انا مش قادر او انا قلت ان انا يعني ما ابداش. يعني ده الكلام اللقطه اللي جت من خلال ال 25 دقيقه اللي لعبهم الشناوي وهو خارج حتى الحوار اللي دار. يعني احساسنا كده ان هو في عتاب من الشناوي على عصام الحضري ان انا قلت ان انا مش معلش عشان برضه بيصلحوا لي الكابتن وائل جمعه قال ان هو ما كانش في حوار ولا حاجه. ده الشناوي كان بيشرح للكابتن عصام ازاي اتصاب. ده كلام كابتن وائل جمعه. لو في اي حاجه يا جماعه لو سمحتم قولوا لي اول باول علشان نقول للجمهور ان هو يعني حاسس زعلان ان هو مصاب وعنده مباراه مع النادي الاهلي مهمه يوم 16 طبعا في النيجر. فهو يعني كحارس مرمى مصر وحارس مرمى النادي الاهلي وخلاص ادام الحكايه داخله على كاس العالم يا ماهر بالظبط. ماتشات مهمه وفي التاريخ مهمه وفي الكارير مهمه والتنافس الشريف يعني انك انت تبقى رقم واحد في مكانك وانت بتتعب جدا عشان تبقى رقم واحد عشان تحافظ على التصدر اللي انت فيه ده. بالظبط. احنا زعلانين كلنا على انه اتصاب الحقيقه اتصاب بالنسبه لنا احنا كاهلاويه واتصاب بالنسبه لمصر برضه والحكايه بتاخد اسبوعين ثلاثه. وانا باكد لك ان يعني الشناوي من النوع اللي ممكن تفاجئ انه جاهز يلعب يوم 16 شاء باذن الله يعني هيكون في تريتمنت بسرعه يعني لعبت طبعا عشان يعني بس هو عشان يمكن السفر والمروح انا حاسس كده يعني وامانه منه كمان يا اسلام امانه منه ككابتن وحاسس بالمسؤوليه واخد بالك ان هو طلب انه يتغير طبعا 25 دقيقه طبعا ضغط تحصل تحصل خلي بال حضرتك ده بدايه الشفاء بالظبط تحصل بدايه العلاج اللي هو انا هطلع دلوقتي وهطلع دلوقتي وخلاص تلحق نفسك قبل ما تتفاقم الاصابه واللي بيجي على نفسه خدت بالك هو ده اللي بتبقى مشكله بالزبط. لكن فعلا هو شخصيته وخبرته وقلبه طبعا على فرقته قلبه على البلد طبعا. فطبعا بنحيي الشناوي بنقول له الف سلامه وقرار إن شاء الله حكيم قرار حكيم منه بشكل كبير انه اختار التوقيت اللي يخرج فيه في طبعا في مباراه مهمه زي دي والضغط اللي واقع عليهم. فالراجل كان امين بصراحه ويمكن الامانه دي كمان يا اسلام هي اللي وصلتنا للنجاح ده. يعني دلوقتي بقى في احساس من لاعبي منتخب مصر ان كل الناس قلبها على المنتخب مزبوط. كل الناس عايزه تلعب وعايزه تأدي وعايزه تكسب. لكن في اوقات لما بيحصل حاجه زي كده من الامانه ان طبعا الشناوي لعيب كبير وله خبره وحس ان ممكن الاصابه دي تزيد معاه او حتى كمان الاصابه دي ممكن تقلل من ادائه. فالراجل طبعا اختار التوقيت السليم واحنا بنحييه طبعا من خلال برنامجك ونقول له الف سلام عليك. وزي ما شريف قال ان فعلا خلال 3 4 ايام 5 ايام دول ممكن يقدر يرجع تاني الشناوي ان شاء الله باذن الله ويبقى موجود باذن الله في المباراه دي يروح كمان اللعيبه كلها ان المباراه الجايه ان هو هيبقى موجود في التيم باذن الله. يعني هو الحاجه الشد الخفيف قوي ده بيبقى ممكن يا 3 4 ايام حراس المرمى ممكن لكن هو مع لو شد تقيل سنه ولا مش عارف. احنا لاعبينا كله سبرنتات ده يفرق معانا كتير قوي. بالنسبه لحارس المرمى ممكن في جلسات على طول بتتعمل ليزر دلوقتي الدنيا اتغيرت ممكن ما يشوطش ده المرمى ممكن ما يشوطش حاجات كتير قوي يرجع حاجات كتير جدا ممكن تعمل. لكن اتمنى له رب السلامه واتمنى ان يكون في خلاص هو كابتن وائل نهى الموضوع الحقيقه الحمد لله بما ان الموضوع
اتقال في هذا الاطار. خلينا نشوف هذا الموضوع لغايه لما نشوف ان شاء الله لما الشناوي نرجع نرجعوا باذن الله. وهنعرف كل مصر انت هتعرف. كلنا هنعرف مش انا لوحدي، كلنا هنعرف.